فين السلام والعطاين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على ولي الله وحبيبه. السلام على خليل الله ونجيبه. السلام على صفي الله وابن صفيه. السلام على الحسين المظلوم الشهيد. السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك. أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجتان على خلقك من الأوصياء فأعذرا في الدعاء ومنح النصح وبذل محجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباعها قدمه بالأرذلين الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتغترس وتردى في هوى وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك بطاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم اقبل عنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك وابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء. أشهد أنك أمين الله وابن أمينه. أجت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا. وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من قتلك ومعذب من قتلك. وأشهد أنك وفيت بأحد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والى وعدو لمن عادى بأبي أنت وأمي ابن رسول الله. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأشجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين
ومعقل المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي المهدي المهدي، وأشهد أن الأئمة من خلدك كلمة التقوى هو أعلى من الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد وبيا بكم موقين بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سر وأمري لأمركم متبع ونصيحتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم ومعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت نبي السلام عليك يا بنت حبيب الله السلام عليك يا بنت خليل الله السلام عليك يا بنت شفيع الله السلام عليك يا بنت أمين الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسوله وملائكته السلام عليك يا بنت خير البرية السلام عليك يا سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا واجب الحجة على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها اللهم صل على أمتك وابنك نبيك وزوجتي وصي نبيك صلوات تمنها فوق الفيضان فلنقومين من أهل السماوات والأرض السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله أحوال أهلي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا من شفينا وشفي والدي في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأجر والزمان سيدي الأمان 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 منذ الزمان شريك القرآن إمامنا وإمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وصغر الله تعالى مخرجك ونورك ورحمة الله وبركاته Thank you.
Mm-hmm.